السلام عليكم طلاب، اليوم ناخذ موضوع الارثمتيك ماكرو اوبريشنز وذ اوفر فلو ديدكشن. بعد ان اخذنا بعض العمليات الارثمتيك مثل الجمع الطرح وعمليه الضرب والقسمه، وقلنا انه لهم علاقه واحد بالثاني، بس خلينا نشوف احنا بعمليات الجمع والطرح هل يصير عندي اوفر فلو او لا. هنا انا مثلا عندي أنا الأرقام مالتي، يا أما تكون ذات إشارة أو بدون إشارة. الأرقام اللي بدون إشارة معناها ما عندي ماينس ويا رقم. لنفرض أنه أنا عندي رقمين وجمعتهم، وطبعاً ورا كل ستيج عندي 010001 وهكذا، وأيضاً تحتهم 0010 وهكذا. الكري إن اللي راح يطلع من أول ستيج ويروح الثاني ستيج، هنا إن بعدين من يطلع هو أوت. إحنا إلما نشيك آخر كاري أوت عندي، آخر كاري أوت اللي هو بالهاي أوردر كولوم، يعني بآخر عمود. شنو طالع عندي كاري؟ إذا كانت قيمة هذا الكاري صفر، معناها العملية مالتي كوركت. كوركت يعني ما عندي أوفرفلو، ما عندي فيضان. فإحنا نشيك الكاري أوت. إذا كان صفر معناها ما عندي overflow، لكن إذا كان واحد معناها عندي overflow. هنا لاحظ عندي 210 بالديسيمال، هذا المثال، و 109 بالديسيمال، جمعناهم طلعت 63 ديسيمال. هل هذا الناتج صحيح؟ أكيد خطأ، لكن شلون هو حسبه؟ حسبه لأنه يهمل الكاري أوت. فأنا شلون أعرف عندي كاري أوت قيمته واحد؟ اروح على الاوفر فلو واشيكه، اشوف هل هو صفر او واحد. طبعا واحد له علاقه بالثاني. فاني جيت هنا سوى عمليه جمع، اخر اثنين شوفوهم، واحد زائد واحد اخر بالتاج اثنين لكلا الرقمين. عندي واحد زائد واحد يساوي صفر، واحد باليد، واحد زائد واحد لان عندي واحد باليد هنا قبله، وهنا عندي واحد، واحد زائد واحد قد يساوي ايضا اثنين اللي هي صفر، واحد باليد. اذا هذا واحد باليد هو شي قرا البتات هذه اللي هي هنا قد عندي اسمين بتات، يقرا اول اثنين بتات. ماشي؟ اذا هل هاي العمليه صحيحه؟ اكيد لا. ليش؟ معناها عندي اوفرفلو، لانه الكاري اوت مالتي كانت قيمته واحد، وبذلك راح نعرف قيمه القيمه الاصليه للناتج مالتي. ها إذا ما عندي إشارات، لكن إذا عندي إشارة، إذا عندي إشارة سالب، سواء صارت بعملية الناقص مثلا، من نسوي توس كومبليمنت، أنقص رقم كبير من رقم صغير، أكيد الناتج راح يكون سالب. مثل هذا المثال الثاني 63 ناقص 100، أكيد الناتج راح يكون سالب. أو أجيب واحد أو اثنين من المدخلات اللي دا أجمعهم أو دا أطرحهم إشاراتهم سالبة. بهالحالة راح يتخذ غير أسلوب حتى يكتشف عندي أوفرفلو أو لا. في حالة أنه قيم المدخلات عندي أو النتائج مالتي راح تكون عندها ساين، شلون راح تكون؟ أولا راح أجي أكمل عملية الجمع. طبعا هي بكل الاحوال عمليه جمع. ليش؟ لان بالتوس كومبلمنت تدرون انتم، حتى لو عندي عمليه طرح بالتوس كومبلمنت بالبدايه، اول العدد الثاني اللي هو المطروح، مو المطروح منه، العدد الثاني راح اسوي له كومبلمنت، اسوي الصفر واحد والواحد صفر، بعدين اضيف له واحد، بعدين اجمعه بالعدد الاول حتى اسوي عمليه الطرح، وتدرون هاي اسمها توس كومبلمنت. اذا بكل الاحوال اني اخر شيء العمليه معتمده على الجمع. الكاري ان والكاري اوت يقول احنا، طبعا تدرون انتم كل ما تطلع من عمليه يطلع كاري اصيح له كاري اوت، من يدخل بعمليه ثانيه يصير كاري ان، الى ان اخر شيء يتوقف يصير بس اوت. لان متى يدخل؟ يعني هسه هذا الرقم اللي امامكم، هذا الجدول دا احكي على اول كولوم اللي هو المثال الاول على ايدنا اليمين. شنو عندي؟ عندي هي ماينص 63 وماينص 100، طالما اثنيناتهم اشارتهم واحد اكيد وناقص نخلي، راح يصير عندي الناتج موجب. بس مو هنا المشكله، المشكله اريد اشوف عندي اوفر فلو هنا ولا لا.
عمليات الجمع اللي راح تصير هنا واحد الكاري صفر، واحد الكاري صفر، واحد الكاري صفر، واحد الكاري صفر، إلى أن وصل آخر شيء واحد زائد واحد صفر وشنو والكاري واحد. هسه شلون يعرف عندي overflow؟ يقول أروح أخذ آخر اثنين الهاي أوردر كولوم، آخر تو هاي أوردر كولوم. إذا من ما كان عندي إشارة بالأرقام اللي دا أجمعها وأطرحها، كنت أروح على آخر كولوم فقط واحد اللي هو آخر بيت بالكاري أوت وخلص، هذا أعتبره أني يحدد لي عندي overflow أو لا. لا، هنا يقول طالما عندي ساين بالأرقام فراح أخذ آخر بالتاجين، آخر بالتيم. إذا كانت مختلفة فمعناها عندي overflow، كانت مشابهة معناها ما عندي overflow. يشوفون هذه الأمثلة قدامكم، مثال الأول، الثاني، الثالث، الرابع. أول مثالين آخر بتين من الكريم غير متشابهة، إذا عندي overflow، وأيضا هنا غير متشابهة عندي overflow. المثالين اللي بعدهم آخر اثنين سواء اثنينهم صفر أو اثنينهم واحد مشابهين، إذا ما عندي overflow. هذا بيش يذكرني؟ يذكرني بعملية الXOR. الXOR طالما عندي ما مشابهات الناتج واحد، مشابهات الناتج صفر. ما احنا ليش نقول overflow؟ معناها البت راح يكون واحد حتى يشيك المايكرو بروسيسور، راح يروح يشيك الاوفرفلو. اذا شافه واحد معناها العملية ما صار بيها overflow، شافه صفر اذا ما بيها overflow. ماشي، خلينا نشوف. اذا اخذنا، لنفرض انه انا اخذت عددين، هاي العددين ذوي إشارة، بيهم إشارة ساين، أي ساين وبي ساين. زين، إحنا دائما بالجمع شنضيف؟ طالما عندي عدد من البتات راح نضيف الكري إن، أول بتين، أول بت من الأول وأول بت من الثاني، يطلع من عندهم الكري، هذا نصيح للكري إن لأن حيدخل على الكولوم الثاني حتى ينجمع وياهم. ماشي، إذا الانبوت مالتي ايش راح يكون؟ الاي ساين والبي ساين واضيف له الكاري ان، ما ننساها. الاوتبوت شنو؟ الكاري اوت من اول عمليه الى اخر عمليه. طبعا واحيانا الكاري ان هو نفسه يكون، مو احيانا يعني، من البدايه من ثاني كولوم الى قبل الاخير الكاري ان هو نفس الكاري اوت. الكاري ان للعمليه اللي قبلها الكاري اوت، عفوا، للعمليه اللي قبلها هي الكاري ان للعمليه اللي بعدها. اذا ايش راح يصير عندي طالما عندي عمليه جمع؟ كل الأحوال حيصير عندنا جمع مثل ما قلنا، لأنه حتى بالطرح حيصير عندي توس كومبلمنت، فيصير عندي عملية جمع. إذا راح يصير عندي الأي ساين بي ساين والكري إن. طالما عندي ثلاث مدخلات، إذا شنو كم بتاعي عندي؟ كم بيت عندي؟ 8 بتات، فراح تشكل بالشكل اللي كلنا متعودين عليه، 4 0 4 1، بعدين 0 0 1 1 0 0 1 1، والكري ان 0 1 0 1 0 1 0 1. هاي على فرضا الكري اوت. خلينا نشوفه، الكري اوت راح يجي من عمليه الجمع مالتهم ثلاثتهم. وطبعا هاي الكري ان مو ثابته طبعا حسب القيمه، بس احنا ناخذ القيم الاعتياديه فيصير بالترتيب اللي متعودين عليه. يعني أنا أخذت هاي القيم، من الممكن الـ A يكون قيم أخرى، إحنا نأخذ الستاندرد طلاب، يعني الجنرال. نيجي الكاري أوت والسميشن. هسه عندي صفر صفر صفر، شنو الناتج؟ صفر. كاري أوت صفر، صفر صفر واحد، الناتج شنو؟ واحد، والكاري أوت صفر، صفر واحد صفر، أيضا الناتج واحد، والكاري أوت صفر. الصفر واحد واحد، الكاري السميشن صفر، وبقى عندي كاري وين راح؟ هنا للكاري اوت واحد، وهكذا الى ان نوصل الى واحد واحد. نيجي الاوفر فلو، هسه شلون راح اعرف هو صفر لو واحد؟ اجي عليه من قدنا كاري ان والكاري اوت فقط هذول، كانه الباقين الكولومات ما اشوفهم لا السميشن ولا المدخلات. اجي على الكاري ان والكاري اوت، اشوفهم مشابهين اخلي صفر، مختلفين اخلي واحد. اذا انا وين ما اشوف هنا مختلفين اخلي له واحد، اذا صار عندي اوفر فلو هنا واوفر فلو هنا فقط. اوكي طلاب، وهذا طبعا بيمن يذكرنا مثل ما قلنا بالضبط عمليه الاكس اور. اذا ردنا
نرسم البلوك الخاص بهاي العملية، عملية الجمع وعملية طرح صار عندي. يعني أنا أما عندي جمع يا أما عندي طرح، واللي هو بي تو كومبلمنت، واللي نضيف لها آخر شيء بالوسط أو آخر شيء رقم واحد. نجي هنا عندي n bit binary add or هاي السلاش معناها or، يعني أما عندي عملية جمع أو طرح خليتها هاي العملية اللي راح تدخل. عندي r1 و r2، هنا شو يقول؟ يقول t1x ER enable الريجستر الأول، R1 زائد R2 يروحون لمن؟ لل ER1، يعني للريجستر الأول enable، فيما إذا كان هو enable أو لا، هذا يحدد البيت هذا enable. هاي عملية جمع عادية وأخذناها وقلنا كل زين أنه الأسهم شلون أعرف السهم الطالع النازل؟ أنا دا أجمع R1 و R2، R1 و R2 اثنيناتهم يغذون عملية الجمع أو عملية الطرح. واحد فقط يستلم اللي هو هنا محددة بالإنستركشن الR1، واحد منهم فقط راح يستلم الناتج من العملية وينخزن به. ماشي؟ هاي العملية الأولى السطر الأول هو الآد عملية الطرح. طبعا هاي الR2 المفروض كومبلمنت، يعني بس خط عليها هنا أنا موضحتها أنه الX أخلي عليها complement 0 يصير 1 وال 1 0 واجمعه مع الثاني واجي اخليه واجي واضيف له واحد يصير 2 complement. اذا كلها عندي جمع العمليه. الانبل طبعا هو اللي يحدد لي اي ريجستر ممكن انه ينخزن لي. هنا الانبل ناطي لي الار 1، مع انها الار 1 فهنا نشوف مرتبط الار 1 بمن؟ بالانبل. ليش؟ لان هنا انا الانبل للار 1 يعني الناتج راح يكون للار 1. اوكي، الفي هي تمثل لي حاله الاوفر فلو، لو تكون صفر لو تكون واحد. نيجي هنا أنا. هنا عمليه الجمع الناتج وين راح؟ راح للار 1. بنفس الوقت ايش طلع من هنا؟ اخر بتات، اخر بتين، اخر بتين، اخر كولوم، كولومين ياخذ من طبعا من الكاري مو من الكاري ان والكاري اوت. اذا اخر واحد هو الكاري اوت، اللي قبله البت اللي قبله هو الكاري ان، فيصير الان هو الكاري اوت والان ناقص واحد هو الكاري ان. اثنيناتهم وين يدخلون؟ قلنا شبيهه العمليه بمن؟ لنشوف انه كل اثنين متشابهات انطي صفر، اثنين مختلفات اعطي واحد، اذا حيدخلون بيا بوابه بالاكس اور. الناتج مالته يروح الى الفي اللي هو الاوفر فلو، من عندها راح يعرف المايكرو بروسيسر هل عندي اوفر فلو او لا. نجي انه نشوف الارثمتيك مايكرو اوبريشن ممكن انه تتنفذ بعده سيركت، ارثمتيك سيركت. من هذه اللي هي البارالل مثلا، بارالل فول اجر، وايضا المالتيبلكسر. وطبعا حسب العملية مالتك انت ممكن تختارهم كلهم او ممكن تختار واحد من عندهم. البارالل طلاب تحتاج الى مايكرو تشيبات اكثر، مايكرو بروسيسر اكثر، لانه كل العمليات تتنفذ بنفس الوقت بشكل متوازي. المالتيبلكسر طبعا هو نفس مبدا البارالل لكن بطريقة اخرى. لنفرض عندي اني هذه الانستركشن دي تساوي اي زائد بي طبعا زائد سي ان، يعني هي الكاري اوت. وهاي ما ننساها انه اني عندي طالما عندي جمع لعده بتات اذا اجيب الكاري ان وياه. البي انبوت ممكن يكون طبعا هذا كمعطيات ممكن يكون باربع حالات مختلفه. اذا خلينا البي مرة واحدة وبعدين خلينا له كومبلمنت أو داش، فلو كل هاي الأربع حالات راح تجي، لأن اثنين عندي البي والبي والبي داش، إذا أربع حالات اثنين الأس اثنين أربع حالات حصل عندي، فلو كلها واحد لو كلها صفر. خلي نشوف شلون تتمثل. هنا الأس 1 والأس 2 اللي هي السيلكت، الأس 1 تخص الأي والاس 2 تخص البي، يعني المن راح اسوي سيلكت بالعمليه. اذا اثنيناتهم صفر فاني استخدمهم اثنيناتهم،
من الممكن ان استخدمه اثنيناتهم بعمليه الجمع، وطبعا هي حتى لو حيكون قيمتهم صفر فايا كان الناتج. لكن اذا مختلفين الاس 1 عن الاس 2 معناها مره استخدم الاي مره استخدم البي. هنا أنا بهذا المثال بكل الاحوال الاي هو انبل، يعني نعطي للاي انبل الطاء يعني دائما متاح ماشي. الاس 1 عفوا الاس 2 راح يحدد لي البي ايش وقت يكون متاح ويكون غير متاح. هسه اجي اول وحده الاس 1 والاس 2 اثنيناتهم صفر، اذا انا اقدر استخدمهم اثنيناتهم، ما افضل انبوت على اخر، ما تسوي سيلكت انبوت على اخر. السي ان بعدنا بالبدايه فاكيد هي صفر زين. الانبوت مالتي هسه حاليا احنا نتحكم بالبي، الاي ما كتبناه لان نفس قيمه البي تتذكرون قلنا راح نغير اربع قيم من عنده نسويها، يا اما كلها تجي فد مره صفر لا كلها واحد ومهما كانت القيم المتبقيه. نجي نقول هنا أنا اذا عوضنا عن الجي هاي فوق بدي تشوفوها باول انستراكشن اللي هي موجوده خليناها هنا بعنوان للكولوم، راح اجي اعوض الاي عوضناها دائما لان هي انبل، البي عوضتها مهما كان قيمتها، السي ان ما عوضتها لان هي اساسا صفر على شنو دا اكتبها كعمليه، صارت عندي الاوبريشنز مالتي اذا عمليه جمع. جيت لقيت نفس القيم لكن شنو عندي الكري ان صار واحد، فاجي اسوي A زائد B زائد واحد، اذا صار عندي عملية جمع مع الكري. ارجع هسه عندي ال A ذكرته زائد ال B، خلي اشوف ال S2 خاص بال B، هسه تحول صار واحد اذا اخذه هنا لان اثنيناتهم صفر فما مهمني اخذه بكل الاحوال. هنا لا بدا اكو تغيير، خلي اشوف التغيير شنو، الاس 1 بقى صفر اللي هو يخص الاي وهو انبل اصلا، ف راح اخذ اروح اشوف الاس 2 اللي هو يخص البي اي اخذه، اجي القي قيمته بي داش، اقول عندي اي زائد بي داش، الاي زائد بي داش معناها هي عمليه 1 كومبلمنت سب وذ بارو، عندي وانس كومبلمنت ما سويت اكثر من هيك، رجعت على العمليه هاي طبعا كلها هاي دا اعوض. رجعنا لقيت للسائل بي اقدر استخدمه لكن الكري موجود، اذا اخلي الاي متعودين عليها زائد البي ايش قد قيمته بي داشياته ايش قد ما كانت قيمته زائد واحد، هاي العمليه ليش تذكرنا وانس كومبلمنت زيدناها واحد صارت توس كومبلمنت. جينا هسه هنا أنا. لقينا لا هسه الاس 1 الخاص بالاي تغير صاير واحد، يعني لا تنطي مجال للبي ان يدخل مهما كانت قيمته زين، والكري ان هو صفر اذا القيمه اللي بقت شنو اي، اذا هذا شنو نصيح له؟ احنا نصيح له ترانسفير، يعني مجرد حولت اي شنو ما اجاك من قيمه انطي اي، شي يجي القيمه انطي اي طالما الاس سيلكت هو للاي واحد زين. هنا أنا صار عندي الـ A اللي هو الواحد ذكرناه والكري إن واحد، إذا راح أضيفه ويا الكري إن، شنو صار؟ كأنه دا أسوي increment. أجي على آخر عملية صار عندي؟ صار عندي الـ B enable والـ A enable وعندي الـ input للـ B هو واحد، فايش راح يصير عندي؟ طالما هذا انبل اخذ قيمه البي معناها صار عندي الاي مو هذا الاي زائد 1 اللي هي السي ان، صار عندي انكريمنت. بالديكريمنت ايش حيصير؟ صار عندي الاس 1 اللي هو خاص بالاي انبل والاس 2 الخاص بالبي انبل، اذا اخذ قيمه الاي والبي، خلي اخذ قيمه الاي والبي، الاي البي ايش قد قيمته هنا أنا واحد، صار عندي A ماينس 1 هو البي خالي بالجدول خالي قيمته واحد، إذا صار عندي A ماينس 1 لما يصير عندي القيمة A ماينس 1 معناها ايش يصير عندي؟ يصير عندي decrement. نرجع على اليمين على آخر واحد، صار عندي ال S1 enable ال S2 enable وال CN enable
والانبوت بي واحد. هنا شنو الناتج مالتي؟ صار NGA والباقي إذا هذول جمعتهم ويا اللي هي واحد واحد هنا لأنه باعوا البي واحد قيمته مو اللي هو أنا من صار عندي لازم استخدمه والسي إن قيمته واحد، واحد زائد واحد شرح يساوي عندي صفر وواحد باليد. إذا هنا الأي حيكون هو الناتج النهائي بس يصير عندي كاري أوت واحد واللي أجي لي إلى الأوفر فلو. لذلك الناتج الحقيقي هو أي لكن موجود عندي أوفر فلو. ماشي؟ نجي طلاب نعبر عنه هنا بالجيت. نشوف الستركشر بس شوي حتى تقدرون تشوفوا. اوكي. انا شنو كان عندي هسه؟ كان عندي select 0 select 1 او select 1 select 2 كيفكم. هذول وين حيدخلون؟ يا اما طالما انا ما احتاجيتهم بالعمليه الجمع احتاجيتهم يحددوا لي الاي والبي ياهو بيوم يدخل العمليه الجمع مالتي او عمليه الطرح ايا كان. الاي اخر شيء بالعمليه مالتي بكل الاحوال هو انبل. اذا عملية الفول أدر عملية الجمع مالتي مباشرة تاخذ الـ A. هنا A0 A1 A2 A3 على فرض عندي يعني أربع بتات لكل رقم مباشرة بدون ما عندي لا داش ولا عندي ولا أعرف قيمته شنو مباشرة يدخل الفول أدر. نجي هنا السيلكت ايش حيسوي؟ هنا السيلكت راح يحدد لي طبعا بكل الاحوال احنا قلنا هسه عندكم السلكت مالتي الاي كل الاحوال دا يدخل الاي لكن من يصير واحد راح يمنع البي ان يدخل. نيجي نشوف هنا البي سوى بي مره دخل مو قلنا سوينا على مرتين دخل بي اعتيادي ومرتين دخل بي كومبلمنت. اذا ادخله طريقتين يا اما بي مباشرة أو بي كومبلمنت فما أقدر أدخل الفول أدر مباشرة أدخل المالتي بلكسر والناتج أودي للفول أدر ما أقدر مباشرة الناتج حسب مينو حسب الأس 1 والأس 0 لو يسمح له لو ما يسمح له لو يسمح له يدخل بعملية الجمع طبعا إذا ما سمح له حيجيب دالة صفر والنتيجة وحدة هتطلع زين أو ما يسمح له فهنا راح يصير عندي البي بكل مالتي بلكسر راح يدخل مره صفر ومره واحد مره صفر ومره واحد ماشي وطبعا مع السلكت ويجي طبعا طالما انا عندي اربع حالات اذا من الصفر للثلاثه حالات البي تدخل من الصفر للثلاثه بكل مالتي بلكسر صار عندي عدد قلنا بمحاضره سابقه على عدد البتات اللي عندي راح يكون عدد المالتي بلكسر طالما عندي أربع بتات إذا عندي أربعة مالتيبلكسر بالمالتيبلكسر المخرج واحد هنا المخرج هذا إيش حيحدد لي؟ حيحدد لي قيمة البي مع الكري مو هيجي؟ مع الكري إن مو؟ ماشي عفوا الكري إن مع حالة البي قصدي ومع الأي حيحدد لي شنو؟ المخرجات مال الفول أدر. هنا المخرجات مال مالتي بلكسر تتحدد فقط بالبي والسلكشن لانه لو اخذه للبي لو لا وشنو عاد قيمته هي كومبلمنت لو صفر لو واحد لو شنو. هاي بالنسبه لعمليات الارثمتيك. اذا جينا على عمليات اللوجيكال مايكرو اوبريشنز. اللوجيكال مايكرو اوبريشن تتعامل ويا الباينري طبعا على انها سترينج احيانا ممكن يكون عندي حتى عمليات الكومبير بيانات ممكن استخدم الاند والاور بيها طبعا حسب الايعاز مالتك او حسب المشكله او البرنامج اللي تريد تنفذه غالبا انا عندي and or XOR or not ممكن أنفذها هذه الفور جيت واحدة وممكن أدمجهم ويا من ويا المالتيبلكسر هنا هذا فد مثال بسيط
يبين لي عندي مدخلات اثنين، يبين لي شلون راح استخدم المالتيبلكسر ويا من ويا البوابات الاربعه مالتنا الجنرال. نيجي اولا انا شنو عندي؟ عندي خلينا نرفض عندي مدخلين A1 او AI عفوا وBI. ليش قلنا I؟ لان انا عندي هنا اربع مراحل، اربع جيتات، فاربع استيجات عندي. ستيج 0، ستيج 1، ستيج 2، ستيج 3، ماشي؟ هاي الاربع استيجات حبديها من الاي للان، معناها الاي هنا انا خلي يكون صفر، الان راح يكون ثلاثه. فهنا انا عندي الان مالتي هي اربعه. فالاي من الصفر للان ناقص واحد، سوري. فراح يصير عندي صفر، واحد، اثنين، ثلاثه. ليش ادخلهم مالتي بلكسر؟ لان انا عندي قيمتين. كل العمليات تصير مرة واحدة، لو هاي العملية، لو هاي، لو هاي، لو هاي، يعني واحدة من اللوجيكال جيت هي اللي راح تتنفذ، مو كلها بنفس اللحظة. أنا عندي مدخلات اثنين، فهاي المدخلات الاثنين المرة راح تغذي، لاحظوا، حتغذي كل البوابات مالتي. يقول أني وخليت السلكت 0 سلكت 1 حتى يحدد لي أي من هاي العمليات راح تتنفذ. فراح اقول طالما عندي مدخلين هنا، فاما راح يكون عندي اند او اور، هاي حسب السلكت هو راح يحدد لي، او اكس اور او نوت. الجدول اسمه فانكشن تيبل، راح اخلي السلكت مالتي اس 1 و اس 0. الاس 1 والاس 0 حتى نشوف نختار بالعمليات الاي او البي. الاوتبوت مالتي هو الانبل، طالما عندي عمليات منطقية أو عمل أو بوابات منطقية، إذا معناها أنا شنو؟ عندي إنبل، لو إي لو لا، لو صح لو غلط. فأول بوابة لما يكونون اثنين أو صفر، يعني السلكت مالتي للأي والبي اثنيناتهم صفر، فراح يصير عندي عملية أند. إذا الاس 0 واحد والاس 1 صفر، راح تكون عندي عملية اور. اذا الاس 0 صفر والاس 1 واحد، حتكون عندي عملية اكس اور. واذا عندي اثنيناتهم واحد، معناها اسوي لي كومبلمنت ايمن للاي، لان الاولوية إله هو اول رقم، ماشي؟ فالانبل يعني من هو المتاح ان اشتغل عليه، لان هذا يعتمد على السلكشن. طلاب الشفت احنا اليوم شرحنا، بس اعتقد صار تلك وشغلات بالزوم وانقطع. اعتقد الافضل انه ان شاء الله باكر نرد نعيده بشكل اوضح. اشوفكم على خير، وان شاء الله باكر موعدنا ويا المحاضره.